الأخير. الله حيهم جميعا، هلا وغلا ومرحبا. أنا أحمد الشمري، صانع محتوى ورحالة من السعودية، مسافر على مدار الأربع 24 ساعة بشعار كن على ثقة بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله وانضم معانا نلف العالم سوا، وخليكم مع المقطع. والله العظيم يا ناس لكم وحشة، قسما بالله الشوق مليون، قسم بالله وحشتوني. اعتذر على القطعة اللي صارت، هي مو قطعة ترى عشان تفهمون الفكرة للناس الجديدة، انا كل رمضان اريح. ايه ساتر، انه انتم عارفين انا مسافر على مدار الاربع 24 ساعة، فانا كل رمضان من رمضان الى رمضان اريح شوي ارجع السعودية. يعني خبركم رمضان مو حق يعني سفر وترحال، حق اجواء رمضانية وعائلة ودين وصلاة وعبادة. فبدينا الحين ترحالنا، بدينا وين؟ في اليابان. قبل ما نبدأ مقطعنا، كثير منكم يهمه الموضوع هذا، أنا نزلت في هوستل، كلفني الهوستل هذا 60 ريال، بحكم أن احنا مسافرين اقتصاديا وانتم عارفين اليابان غالية. بحكم أنه هذا أول مقطع لنا في بداية اليابان إن شاء الله، قلت فكرة المقطع اليوم نبغى نروح نستكشف اليابان أنا وياكم، نبغى نلف نروح أشهر المناطق ومن بعدها نبدأ نترحل إن شاء الله في اليابان. يا أخي اليابان ما تكون يابان إلا لازم تحصل هذه الأشياء، المكاين بكل مكان، فعليا كل شيء عندهم عبارة عن مكاين. يبينا بعدين نجرب الحسن وياك هذه الاشياء. الحماس من اليوم بس ما اقدر اسولف، شوف ما في احد يسولف الان، بس بعد شوي بعد شوي اسولف معك. يا اخي كل شيء هنا في موسيقى كذا، فيها اغاني تحسه انمي، والله العظيم اليابان رهيبه كذا، طاقتها جميله مره. زحمه وحركه وناس، وهذا طالع هذا داخل، بس كذا حماس عرفت، تحس في حياه هنا، هذا كله تحت الارض للحين، تحس رايحين قبل بليز. اتوقع عرفتوا احنا وين الحين، وصلنا منطقة شبوية. هذه المنطقة من أفضل المناطق اللي لازم تجيها إذا جيت هنا طوكيو، وراي هنا التقاطع، أشهر تقاطع في طوكيو كلها. تخيلوا التقاطع هذا في اليوم يعدونه 2 مليون شخص، ومرات توصل وقت المواسم والإجازات أنه بنفس الإشارة الواحدة أكثر من 1000 شخص يعدي. راح أخليكم تعدونه معاي وشير. شو الناس كيف؟ لا لا لا، ما احس انكم عشتوا الشعور، خلينا امشيكم اياها افضل. مشينا لحظة خلنا نوقف تمشي شوي، في مكان مهم لازم نروح له. مشينا، خلوني أقول لكم القصة. التقاطع وراي هنا، اترك التقاطع وتعال بتحصل زحمة ناس واقفين عند التمثال. التمثال هذا رسمة كلب، وش قصة التمثال هذا؟ شوفوا الحظ، بقول لكم القصة. طلع وراي واحد مشهور، البنات منصدمين، الرجال هذا يصوره. يا أخوي أبي أشرح قصة الكلب، دقيقة ما وقف إلا عندي ولا أشرح لكم قصة الكلب. شكله زاحف والله، ماني فاهم عليه، شكله زاحف والله، ماني فاهم. طب بخصوص الكلب، طيب الكلب يا أبي أقول قصة الكلب. طيب
どんだけ僕のこと知ってんねん。どんだけマニア。はい。Famous comedian. Ah, comedian. Ah, nice to meet you. Ah, I can't understand. Can you solve my problem? I'm not able. Ich. يود هذا تك قلب بطة ذا يود والمشكلة الرجال يصوره هنا أنا بشرح قصة الكلب. Yeah yeah it's okay with me yeah no worries yeah no worries it's okay. Oh thank you thank you arigato. Oh YouTuber. Yeah it's YouTube yeah. YouTube. Yeah. تدرون وش المصيبة إنه قاعد يسولف علي بالياباني أنا ماني فاهم عليه شيء والله. ففي حرمة من الجمهور جتني وقالت لي قاعد يقول لك إنه راح نعرضه بالتلفزيون الياباني عادي. قلت لها عادي. يا نهار اسود يا نهار اسود انفضحنا بالتلفزيون الياباني. نجي عند قصة الكلب حقنا. وش قصة الكلب هذا؟ هذا الكلب اسمه هاشيكو. هذا الكلب يعتبر رمز للوفاء. قصة الكلب انه كان يجي هو وصاحبه هنا وصاحبه كان يغادر من المحطة هذا الى مكان العمل وكان الكلب ينتظره الين ما يرجع من دوامه ويرجع مع البيت. ولكن في يوم من الايام صارت مشكلة، صاحبه توفى في العمل وما رجع من بعدها. فظل الكلب هذا ينتظره 9 سنين. متخيلين 9 سنين ينتظره في نفس هذا المكان إلين بسنة 1935 توفى الكلب، ومن بعدها حطوا له التمثال هذا. القصة كانت مرة مؤثرة لليابانيين اللي عرفوا سالفة الكلب هذا لأنها تجسد معنى الوفاء ما بين الإنسان والحيوان. الله يا ناس الحماس مليون، المنطقة هذه حلوة بشكل ما تصورونه، الحركة الناس وكل زاوية تدخلها بتحصل شيء جديد. يعني حنا الحين بالتقاطع راح ندخل الجهة هذيك وبوريكم وش راح نشوف. بالله شوفوا يا ناس، شوفوا بالله. يا ناس والله تمنيت طول عمري اني انا اجي اليابان. شوفوا ما شاء الله. ما تقول اليابان الا لازم تشوف كذا، لازم الانمي في كل مكان. لدرجة بعض الناس لما يسولفون يا اخي تحس انك تتابع انمي. ما السالفة؟ لما تيجي شبوية تحتار ما تدري وين تروح. اعذروني على حماسي الزايد بس والله العظيم ان انا مره مبسوط بالمكان. المقطع هذا قاعد احاول اني انا ما اصور وجهي كثير، ابيكم تشوفون الشارع، ابي تشوفون الدنيا كيف، لانه اخر شيء كنا في جزيره بالي، كنا في الطبيعه، الحين دخلنا في مدن، دخلنا طوكيو، فقاعد احاول اني انا اعيشكم المود. يا سلام يا المنظر. حبيبي ابو سيك انت بتصدون انا طريقي من هناك بس كنت بوريكم شلون. والله من تتمشى تشوف كذا كل شوي داخل في مكان جديد. المنطقة مرة حلوة. خلوني أوريكم المول هذا اسمه ماجنت. المول هذا عبارة عن أدوار، طبعا أنتم عارفين المساحات هنا في اليابان تحسون كل مباني صغيرة كذا، ما أدري شلون ضيقة. فعموما المول هذا صاير بالطول وكل قسم أو كل دور فيه شيء. يعني مثلا دور واحد فيه ملابس، دور ثاني فيه فيجرز اللي هي مثل الالعاب الصغيره هذه، ومدري يعني عرفتوا كذا دور عن دور. والدور الاخير فيه ون بيس، اللي يحبون ون بيس راح يحصلون دور فوق يبيعون كل شيء فيه. يعني شوفوا مثلا هذا الدور، تشوفون شيء تدخل كذا وتضيع وقت يعني بالساعات من منطقه لمنطقه وتدخل من مكان لمكان. شوفوا مثلا هذا المكان، هذا الدور اللي بعده ملابس. شوف الدور كذا، شوفوا خلص هذا اللي انا اقصده. شوف خلص وش اللي بعده. اليابان ما هي اليابان اذا ما جيت ولعبت هذه الاشياء. طبعا هذه فكرتها، فلنفرض انه لحظه بوريكم شيء ثاني. صور مثلا تجي هنا وتدخل فلوس وبعدها تلف وتطيح منها البيضه كانها بيضه كندر، عرفت؟ وانت حظك وش بيطلع لك من البندلز هذه وتحظ.
ون بيس. ولما تطلع آخر دار فوق راح تشوف ون بيس. كل شيء أنا ترى أنا ما تابع أنمي كثير، أنا تابع فقط واحد اللي هو ون بيس، أحب حب والله العظيم. توصل فوق الون بيس، أهل ون بيس لازم تجون هنا. آه شوبر، سانجي، لوفي. يوسف. هذه سفينتهم. شوف المنظر من فوق. واحلى شيء ترى كل البراندات تحصلونها هنا، كل البراندات. كل اللي عليك تسويه انك بس تتمشى في المنطقه هذه او في جوجل ماب بتحصل كل البراندات. حتى سياراتهم تغني. رهيب والله. مستعدين؟ عندنا قصه لازم اقول لكم اياها. تعالوا خلينا نقول لكم القصه. في شيء غريب راح تلاحظونه اذا جيتوا اليابان. اول شيء راح تلاحظونه غير انه الشوارع نظيفه ما شاء الله، ما راح تحصلون زباله. الزباير هنا نادر تحصلونها، وفي لها سبب. سنة 1995 تحديدا في مارتش، واحدة من الطائفات اسمها أم شيرينكيو، إن شاء الله نطقت اسمها صح. يعني معليه عليه لقمة العيش يا أخوان. وش ذا الحشرة؟ وش ماكل هذه الحشرة ذي؟ ريحة أصابعي صارت جرجير. لحظة قبل ما نكمل السالفة، شوفوا كلهم يلبسون كذا، غريبين صح؟ كذا أغلب وانت تمشي تشوفهم كذا لابسين، كثير منهم. فخمسة من أعضاء الطائفة هذه خذوا قنابل غاز وزرعوها بالأنفاق اللي هي القطارات، وانقتل للأسف 13 شخص وأصيب 5000. من بعد الحكومة خلينا نقول جاها خوف وقلق أنه ممكن يرجع الموضوع هذا مرة ثانية، فقللوا عدد الزبائن. وانتم بكرامة، عشان كذا والله نادر تشوف زبالة. تجون اليابان إن شاء الله على خير وبتشوفون اللي أكثر. شوفون طلعنا من جهة دخلنا جهة ثانية مختلفة، وهذا مكان ثاني ومحلات يمينك ويسارك. ترى أنا للحين في شبوية، للحين في المنطقة نفسها اللي أنا كتبت لكم اسمها من البداية. كل اللي عليك تسويه أنت وياها أنك بس تجي وتتمشى على رجلينك. بعد المشي هذا كله تجي هنا بهذا المكان، تأخذ لك شوية آيس كريم كذا يبرد على قلبك. أنا قاعد أنتظر دوري، بس في ثنتين هذول يخلصون وندخل وياك ووكلكم أحلى آيس كريم. هلا. قاعد اشوف الغيره في قلبك انت وياها. هاي سكريم يا حبيبتي. شوفون تخيلوا هنا يسوي لك ايس كريم، يحط لك ايس كريم وحركات بساندويتش وفي كذا فروت فواكه. شي بطل. التحدي الصعب انه المكان هذا ما يتكلمون انجليزي بس يتكلمون ياباني، فماني عارف كيف بعلمهم اللي انا ابغاه، ولكن لبيب بالاشارة يفهمه الين ما يعطيك اي شيء. المنيو كله بالياباني. قاعد احاول اترجم، يطلع لي العنب الدموي يا اخوي زومبي، ذا مو بايس كريم. المكان هذا علمني عليه واحد من اليابانيين، عشان كذا جيت ابي اجربه. ترى ما في سياح، فعليا ما في سياح، ما في الا انا ترى لحالي، انا السائح الوحيد هنا. انا المشكله ما اعرف الا ثلاث جمل، اريغاتو، كونيتشوا، والثالثه نسيتها. نظام عرفته بخرطها كلها مع بعض، نظام كيف حالك، مساء الخير، اين المرحاض، بعطيها الجمل كلها وبشوف ايش تعطيني. كان اي اوردر اوكي. تقول لي لازم اطلب زياده شيء بس ما ادري وش. ريغاتو ما ادري ايش طلبت. بس والله العظيم انهم شعب لطيف. تدرون لو يتكلمون انجليزي والله يحاولون يساعدونكم باللي يقدرون عليه. صار لي موقف كنت اسال عن شغله
واللي كنت أسأله ما يعرف، ما هو فاهم علي، وأحاول أنا وياه في المترجم، والمترجم ما كان كويس معاي فمو فاهم وش أبغى أنا بالضبط. تخيلوا يروح يدور واحد على أساس يخدمني، ولما ما حصل واحد جاني وينحني كذا، أنه يعني مثل قولت أنه أنا آسف، وكل ما ينحني زيادة يعني الاعتذار أكثر، فهمت شلون؟ والله ترى شعب مرة مرة لطيف. هذا اللي يطلب مشياء ما يعرفها. يا ناس قهوة تركي مر. ما ادري هو قهوة تركي زبدة، ما ادري وش قهوة، بس مرة بشكل ما تصورونه. حنا رحالة نحب نجرب اخر شيء قهوة مر مع ايس كريم. وش بنكرياس الحين يصيح بالزاوية. يلا بسم الله، انا جاي عشان يعني خلوا هذا على جنب، معليش مشوا لي اياها، انا جاي عشان هذا. والله لذيذ، والله لذيذ. هذا حلو مرة. يا ناس ما ادري، مليون مليون نكهة فيه، عجزت اعرف من وشه، بس هذا اللي فوق حامض واللي تحت كذا تحس في حليب جوز على ما ادري، عرفتوا حليب بجوز، في اشياء كذا اللي معليش الشرح خايس لانه عجزت القط الطعم. والله الظاهر اليابانيات يسبون اليسار، ساكم طقطقوا علي والله. شوفوا الهطف هذا، طالب ايس كريم مع قهوه. شوفوا انا ما احب اكسر خاطر احد، اخاف انا والله ما عجبني هذا، وما ودي ارجعه ويقولون يعني ما ادري، عرفت انه ليش ما اشربه كامل هو طلبه، وبنفس الوقت نعمه بشربها كذا جغمه واحده لين ما ربكم يفرجها. جاني ايرور، جاني ايرور والله. الحساب طلع 1100 ين. ابو حميد شغال اريجاتو رايح راجع، بعرف الكلمه دي. طفشت من صخب المدينه، ودك تدخل بالطبيعه تريح. بنفس منطقه شبويا في حديقه يويوغي، خلنا ننبسط فيها مشينا. وبسم الله هذه الحديقة، لما ندخل نتمشى أنا وياكم ناخذ فكرة عنها. يو شوفوا الناس، سوري اتس اوكي. يا اخي هنا في اليابان كل شيء الكتروني، شوف كل شاشات. شوف انا الحين هنا، انا شوف انا هنا الحين، هذه منطقة شبوية، انا هنا. ها يد لما يسوي زوم، ها تشوفون هذه الحديقة كلها هنا، يمديك تاخذ برة كاملة، فهمتوا اللي اقصده؟ يعني لو تبي تغير جو تدخل في الحديقة وتبحر يا حبيبي انت وياها، وروح كل مكان. واحلى شيء والله العظيم باليابان كل مكان فيه فري واي فاي، فعليا كل مكان حتى هنا. يا زين صغنوني. اتمنى طاقتي الايجابيه وصلت لكم، لانه والله العظيم اني مره سعيد اني انا وصلت اليابان. اليابان واحده من الدول اللي كنت اتمنى في يوم من الايام اني انا اوصلها، والحمد لله قدرت اوصلها، مو بس لحالي، قدرت اوصلها معاكم انتم. فاليوم حنا راح نبدا نترحل في اليابان مع بعض. يا اخي يا زين، او يا شعوب اسيا، شعوب اسيا والله، تدورون غيرها.
طبعا ترى الحديقة هذه بدون رسوم، الحديقة هذه مجانية، حديقة عامة. يا ناس والله العظيم غريب الجو يا اخي، براد مرة. البرد الحلو هذا عرفتوا اللي تتمشى كذا ومنفتح نفسك، بالليل توصل درجة الحرارة مرات 16 تخيلوا. اوه في بحيرة هنا بعد ما شاء الله، الهواء بارد والله. والله حلوة تشوفون. والله العظيم الأجواء بالليل عالم ثاني، يعني أنتم الحين مخيرين بين اثنين، يا تجي صباح يا تجي بالليل. الصباح جو ثاني وبالليل جو ثاني بعد. رايح التقاطع، بشوف التقاطع بالليل كيف طريقه. أوه شوف التقاطع قدام كيف، والله زحمة. أنا صورني هذا. يو والله بالليل غير. ما ادري تسمعوني كويس ولا لا، بس قاعد احاول اخليكم تعيشون المود معاي. هنا وصلنا نهاية المقطع، يعطيكم الصحة والعافية على المتابعة. أتمنى والله من كل قلب أن المقطع عجبكم ونال على رضاكم. حاولت في المقطع هذا أنه أخلي الموضوع استكشاف، نتمشى مع بعض، ركزت أكثر على أني أنا أخليكم تشوفون بعيوني الشيء اللي أنا أشوفه، وحاول أقل شوي السوالف مع أنه أنتم عارفين أنه هذا فلوك ولازم وجهي يطلع ونسولف عليكم، بس بنفس الوقت قاعد أتحاول أني أنا أعيشكم تجربة أنه فعلا حنا وصلنا لمدينة طوكيو، وصلنا اليابان. فبإذن الله هذه بداية سلسلتنا في اليابان، راح نترحل ونخلص اليابان، وبإذن الله بعدها راح نطلع من اليابان ونروح نكمل كوريا والدولة اللي بعدها واللي بعدها لين ما نستكشف العالم مع بعض. الناس الداعمة في المقاطع السابقة شكرا لكم من القلب، والله العظيم ما تدرون ايش كثر انتم قاعد تساعدوني في دعمكم للمحتوى هذا. حتى لو انت تشوف مقطع الحين، لو انت شخص قاعد تضغط لايك او انك تنشره لاخوياك، والله العظيم كلكم عيال وبنات شكرا لكم والله من اعماق قلبي. والله بالاشياء اللي انتم قاعد تسوونها تساعدوني اني انا اكمل في محتواي، وتساعدوني انه انا اقدر اكمل واترحل ومنها اقدر اصنع لكم محتوى يليق فيكم. فشكرا لكم، لا تحرموني من دعمكم على المقطع هذا. اذا اعجبك عط الرابط لخويك وخليه ينضم معنا. اشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي. 8